غير في العيد مزيان السكان اللي يكونوا ساكنين على الشارع كيرتاحوا شويه. ومور العيد ان شاء الله خاص عارف الحوانات هذيك الناس كيبغيو يتقداو هذا الشيء علاش يعني كنفضلوا تكون عامر. كنتمنوا مور الحوانات يرجعوا باش ترجع كازا كما كانت. هو حر رزقه هذاك حتى هو مسكين كيشوف الوليدات ديالو حتى هما لومو يسرع عام كامل وفهمتي ما كيشوفش ولادو هادي هو مزيان عليه. كنتمنوا يرجعوا بكري. انا كنفضل كازا تكون خاويه هكا كيكون ناقص الضجيج والصداع وفهمتي كنتمشى بحريه شخصيه. مع العيد دابا يا كلشي كيعيد واللي كنفضل نقول لكم مبروك العواشر هي الاولى مبارك العواشر. و كما قلت انا كنفضل خاويه كنرتاح فيها دونك عندي مشكله انا كندير التعبئه كنبغي بزاف الحوايج بويفه بعض المرات السقاطه ما كنبغيش ناكل اللحم كنلقى واحد غوند بروبليم بالنسبه لهذا المشكل هذا لان دابا كلشي كيعيط دونك ما نبزوش عليهم يحلوا الحوانت هادشي اللي كاين صغير نقولو ارجع دغيا انا بغيت الحانوت يتحل بركه من العيد ضربت النهار تاع العيد نرجع ضربت القطبه بركه عامره هنا كازا خص يكون فيه الناس اما البناش غادي ندير بهم الى عامره مزينه هو تيعيا حتى هو راه عام هو خدام صابر عام مثلا ويدوز تما ثلاث ايام يرجع في حاله لان حتى السلعه تيخليها تتخسر ليها واش غادير يعني شي واحد الى خدام شحال وتاعيا مثلا ضروري تعطيه السيمانه ديالو يدوزها لان اللي خدام ست شهور ولا كثر تيبغي واحد السيمانه يدوز عند الوالد مثلا ولا عند الفاميلا ما تيمشيو حتى بزيز عليهم لان حتى الوالدين تيتسناو اولادهم حتى هما باش يشوفوا ايش يشوفهم كازا خاويه راه مزيانه فواحد واحد النسبه وبواحد النسبه لا كان شويه ديال الانسان فين يمشي ياكل مسكين اللي ما عندوش او ما معيات وهذا كيستحق واحد الحانوت مسكين او محل يقصدوا باش غادي ياكل راه ما مستحيل عويص عليه القضيه اما بالنسبه للدار في ذاك كازا راه دابا يعني عجبت الناس بانها مرتاحه هي راه مزيانه راه نزاهه وشفافيه كان الناس كتشوف هذا الشيء راه مزيان ولكن بالنسبه لعاوتاني الانسان بغى ياكل وهذا ما كيلقاش واحد لي ستورو ولا هذا راه ولا بدا كيتخنق مسكين شويه كاين اللي معيد كاين اللي ما معيدش ويفرج الله تبارك وتعالى.